يعني الكولكشن اللي انت بتعمليه لما بيخلص ما بتعيديش انتاجه تاني؟ يعني السفيرة عزيزة خلصت، بس في حاجات طبعا بتبقى عليها طلب كتير، بنضطر ان احنا نعيد انتاجيتها تاني، وده بيبقى اسهل اكيد في الانتاج من اول مرة لاول ديزاين، فلا بنعمل ده. بس احنا يعني حاليا شغالين، مش احنا موجودين، ستوك موجود، وبنعمل كل طلعة بنطلعها بيبقى شوية بنكتر شوية في تفكيركم. الحمد لله ما شاء الله، يعني هايل جدا ولطيف جدا. ده انتوا هنا بتخبوا بيه الشباب والشعب المصري.